بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، برحب فيكم في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. اليوم حبيت أتكلم عن موقع authenticate.com. الأيثنتيكيت أعزائي هو خدمة، أو خلينا نحكي أونلاين سيرفيس، بتمكنك من أنك تتأكد من نسبة البلاغاريزم في شغلك، في أبحاثك، في رسالتك، قبل ما أنك تبعته على أي مجلة أو جامعة. لأنه احنا عارفين دائما وابدا كأكاديميين وكأكاديميك رايترز أو ريسيرشرز، دائما وابدا ملزومين بنسبة بلاغاريزم معينة، نسبة من النسخ واللصق. فأنا دائما وابدا بفحص شغلي من خلال هذا الموقع أو من موقع تيرنت إن. وجامعتنا احنا موفرت لنا أكاونتس على الموقعين، التيرنت إن والأيثنتيكيت. فدائما وابدا أنا باجي بعمل لوجن دخول، بكمل عملية الدخول، الشاشة الرئيسية عندي للموقع، يطلب مني دائما وابدا اللي هو submit a document، اجيب البحث اللي بدي افحصه، بدي اعرف شو نسبة الكابي والبيست فيه. فانا في عندي بحث، خلينا نحكي اول شيء بعطيك اللي هو الاوثر فيرست نيم، نكتب مثلا محمد، لاست نيم محمود، وعنوان الـ 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 الورقة العلمية اللي بدك تفحصها سواء كانت رسالة او بيبر الى اخره. انا عاملها كابي بيست. choose a file، لازم اعملها import، اجيبها من وين بدي اياها، هيها، واعمل upload. هيك انا استدعيت الورقة العلمية او البحث او الرسالة اللي بدي افحص نسبة الكابي والبيست فيها. عند التايتل الحالي عماله بيحفظ الملف، اسم الاوثر، تاريخ المعالجة اللي هو الوقت الحالي، وعندك actions delete في حالة انك حبيت تشطب الملف من الموقع بعد ما تخلص عملية الفحص. طيب انا لو اجي على سيتنج، هون في نقطة مهمة لازم نعرفها. دائما وابدا يفضل ان اعمل اكسكلود بابليوغرافي. اكسكلود بابليوغرافي، لو انا خليت البابليوغرافي موجودة، نسبة الكابي والبيست راح تطلع عندي عالي جدا، لانه الريفرنسز اللي انت عندك اكيد مستخدمة في اماكن تانية، فحتطلع النسبة عالية. That's why انا دائما وابدا بشيلها حتى اكون محايد ويطلع بحثي نسبته معقولة، من دون ما اني انظلم بسبب اني انا حطيت دخل البابليوغرافي او المراجع في الفحص تبعي، وهن مستخدمات كتير. ارجع على الداكومنت، بننتظرون احنا اللي هي النسبة اللي راح يعطيني اياها. لاحظ الان صارت عندي الحالة pending، صارت عندي الحالة pending. النسبة اللي حيعطيني اياها اعطاني 3%. 3% احنا بنتكلم عن شغل بروفيشنال، نسبة قليلة جدا. لو بدي اجي اشوف شو الثلاثة بالمية وعلى ايش اعطاني اياها، انا ممكن اكبس عليها نفسها. يطلع عندي دائما وابدا التقرير تبعي او الفايل تبعي، ومعلم عليه وين المأخوذ، شو الشغلات اللي مأخوذة من اليمين. انا بكبس من هون ماتشنج، وبقول لي بالضبط هذا الفقرة مأخوذة من موقع كذا، هاي الفقرة مأخوذة من موقع كذا، and so on مع النسب. لو حبيت اطبعه كتقرير، باجي تحت بالزاوية هون عندي داونلود بي دي اف، بنزل عندي النتيجة النهائية، يعني تقريري معلم عليه بالضبط نسبة الكابي والبيست وين بالضبط اخذناها. خليني اجي اعمل مثلا open، طلع عندي التقرير بشكل نهائي بعد الفحص، the implication of كذا وكذا by كذا وكذا، النسب اللي انا او الاماكن اللي انا ماخذ منها copy and paste بالضبط، لاحظ النسبة 3% ومفصلة على ايش، 20 كلمة نسبتها 20%، 18 كلمة 1%، 7 كلمات 1% and so on. طبعا ممكن انا بس اخلص ارجع عندي على صفحة البرنامج واجي اعمل delete، ما اخليها على الموقع. فهيك بنكون خلصنا عملية التحقق من نسبة الكابي والبيست في الشغل تبعك. واغلب المجلات واغلب الجامعات دائما وابدا بيلزمونا زي ما حكيت قبل بنسبة معينة وتكون قليلة جدا. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، شكرا لكم، واتمنى دعمكم بمشاركة ولايك، وانتظر تعليقاتكم. شاكر.